عارفه الصوت. انا اسفه اني هربت من التمرين. هربتي من التمرين. كابتن محمد مساء الخير. ازيك يا جاني؟ معانا كابتن محمد ابو الرجال، يعني هو مش هنقول هو اللي طور، وهو اللي كابتن جيانا فاروق بتقول ان هو طور منها كتير جدا و11 سنه. كابتن محمد تقول ايه على الدكتوره جيانا فاروق في تدريبها معاك في ال11 سنه اللي فاتوا؟ هي جيانا من اللاعبات الملتزمه، والجيانا فعلا ايقونه لن تتكرر داخل الرياضه المصريه عامه، مش في الكاراتيه بس. لان هي بنتي طبعا هي متربيه في نادي عريق ونادي له اسس وليه قيم ومبادئ، فجيانا عندها المواضيع دي شاربها جامد جدا من النادي الاهلي. فطبعا طالعه بشكل مختلف عن كل الابطال برضه اللي في مصر. جيانا ليها شكل تاني خالص، فهي دي جيانا فاروق، او دول ابناء نادي الاهلي يعني عامه، يعني فعندهم الالتزام والتحدي. جيانا يعني جيانا اللعيبه الوحيده اللي تقدر تقف وراها مهما حصل ضربات، اعرف اللي جيانا هتعدي. طب قول لي، ثقتنا فيها بتبقى قويه جدا 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 لانها ملتزمه في كل حاجه. فاكيد الالتزام بيوصل اللاعب للنجاح وللي جانا فيه ده، يعني لان جانا فيه ده حصل فيه مجهود كبير جدا من البيت ومن النادي ومن التدريب ومن مجموعه العمل اللي شغاله مع جيانا ومن كل الناس اللي وراها، وطبعا الدعم الاول ليها نادي الاهلي طبعا. يعني اكيد ده دعم نادي الاهلي، لكن اكيد دكتورة جيانا فاروق ليها كواليس مع حضرتك وليها حاجات مع حضرتك. ايه الصعوبات اللي بتقابلها في تدريب جيانا فاروق؟ الصعوبات جيانا لا كتير. ايوه عايزين نعرف بقى يعني حاجه كده من صعوبات جيانا فاروق. لا جيانا دايما بامانه، يعني ده في حقها، وهي دايما اقولها لا، هو انا قاسي على جيانا شويه. دايما يعني انا في اوقات قبل كان في بريم ليج، موقف كده قبل بريم ليج اليابان طوكيو، كان جيانا حصلت، كان في تروب قبل اليابان دي بشويه يعني، فكنا شغالين. جيانا كان التمرين بيبقى الساعه 4 الفجر بالظبط، 4 الصبح كده، فكانت جيانا بتبقى نازله، مش عايز اقول لحضرتك بتبقى نايمه في عربيتها يعني عشان تنزل وتجهز نفسها للتدريب، وجايه من البيت للمكان التدريب اللي احنا بنتمرن فيه، وانا جاي من اخر الدنيا، فهي بتبقى عامله حساباتها للمواضيع دي كويس قوي. فجيانا في التدريب ما عندكش حاجه تقول عليها غير بني ادم بطل بجد لن يتكرر بامانه يعني، ومش عشان بنتي واللي انا بقى لي 11 سنه، لا جيانا فعلا بطل. اي مدرب اشتغل معاها في منتخب في النادي في اي مكان دايما بيتكلم على جيانا في التزامها في جديتها في العمل في شغلها في السفر. ما بتشوفش جيانا دايما في اوضتها ملتزمه، دايما بتنام بدري جدا، دايما بتروح البطوله بدري، عارفه هي عايزه ايه من البطوله، بتشوف بولتها قبلها بيوم، بتقعد تتناقش تتناقش معانا في البوله، بنقعد نتكلم في البوله، حاجات كتير قوي جيانا بجد. يعني انا لو اتكلمت على جيانا ممكن هقعد مع حاجات كتير جدا. لا نقعد نتكلم مفيش مشكله خالص، ده هي النهارده يعني نجمتنا الكبيره. قول لي المستقبل ثلاث شهور للاولمبياد، قدامنا ثلاث اربع شهور بجانب فيروس كورونا، بجانب مشاكل كثيره جدا، شايف جيانا فاروق ايه الخطه المستقبليه بتاعتها للاربع شهور الجايين عشان نوصل اولمبياد طوكيو ونقدر نحقق حلم كبير كلنا بنحلم بيه معاها، ان شاء الله تبقى متواجده في الاولمبياد باذن الله. طب انا هقول لحضرتك حاجه وعلى الشاشه قدام الناس كلها. انا بوعد مصر وبوعد وجيانا عارفه الكلام ده كويس، وجيانا نفسها بتوعد مصر بذهب طوكيو ان شاء الله. وده مش كلام، ده فعل وشغل ومجهود، والخطه اللي جيانا ماشيه عليها دليل نتائجها وشغلها اللي فات يدل ان احنا رايحين على طوكيو بشكل كويس جدا. حاجات ناس كتير قوي مش شايفاها، معظم اللي راح لجيانا لغايه الوقت هنا الحالي احنا بنكسب، يعني مثلا لو قلنا الصينيه اللي هي اول الرانك الاولمبي، جيانا كسبتها وتعادل معاها مره، وجيانا كسبتها سكور، يعني جيانا كسبناها سكور. التركية اللي طالعه معانا جيانا كسبها 5 مرات، يعني احنا عندنا ناس صربيا احنا كسبناها مرتين وهي كسبنانا مره. احنا معظم الناس اللي رايحه معانا اليابانيه جينا ملعبها 7 مرات او 6 مرات، احنا كسبانينها برضو بفرق وبنكسبها مره واثنين وثلاثه. فمعظم الابطال اللي احنا رايحين لهم احنا الحمد لله رب العالمين في معظم مواجهاتنا معاهم احنا بنكسبهم وبنكسبهم بشكل كويس. فده مؤشرات بتقول غير التغير اللي هيحصل في الفتره الجايه ان شاء الله، بيقول ان احنا رايحين على حاجه كويسه جدا بشكل كويس.
ومش ناقصين الا طبعا دعاكم. وجينا النهارده في عز الجو اللي احنا عايشين فيه ده، جينا تنزل تمرين وبتتمرن. في طبعا بيبقى ملتزمين بكل طبعاً شيء، قواعد الحرص اللي احنا ماشيين عليها مظبوط. لكن جيانا بتتمرن، جيانا ليها واجبات في البيت بتتمرن عليها، بتتمرن معايا في التدريب، مره مع كابتن عمرو سعد، متابعه مع الدكتور صفي المنتال تريننج بتاعها. فمش ساكته يعني، جيانا من اللعيبه اللي اصلا دايما بتخليك اكتف على طول، شغل شغل شغل. هي نفسها بتخليك دايما انت بتفكر في الجديد ايه وايه اللي انا اقدر ابتكره عشان اقدر اعدي بجيان، لان هي مديك كل الخيوط اللي انت تقدر تشتغل بيها. كابتن محمد بنشكرك شكرا جزيلا، وبنقول لك التوفيق في المرحله اللي جايه يا رب باذن الله. يا رب الوعد اتكتب وتسجل قدام الناس كلها، فربنا يكتب لنا الخير. مش قادر اقول لك على الهوا المدرب بتاعك قال دهب ان شاء الله.